سيدنا صلى الله عليه وسلم. عيد الأبوشية وعيد تأسيس الأبوشية بيبقى مناسبة حلوة بنتجمع فيها كلنا وبنشوف وبنفتكر وبنشكر على أمر ربنا في الأبوشية وفي النمو وفي الحياة الروحية وفي الخدمة وتكريس آباء كهنة وتنشين كنايس وتجديد الكنيسة. كل الأعمال الإيجابية اللي بنفرح بيها في كل سنة في عيد الأبوشية أنا بشوف إن إحنا في معنى تاني في هذا اليوم وهو معنى اللي هو أن يجتمع الأبناء مع أبوهم والأب في وسط أبنائه. هذا المعنى الروحي المهم جدا في علاقتنا كأبوشية وككنايس، وأب راعي أقام الله واتمم على هذه الأبوشية. والحقيقة الأبوة بيقوم عليها الإيمان المسيحي كله، صح؟ ربنا يسوع علمنا قولوا أبانا الذي في السماوات. نقل علاقة الإنسان بربنا إلى علاقة أبوه وبنوه. قعدت أدور على تعبير في الكتاب المقدس يخلينا نفهم ونعيش ونفتكر معنى الأبوة، ما لقيتش أجمل من آية في رسالة من رسائل القديس يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب العملاق العظيم اللي علمنا في إنجيل يوحنا لاهوت المسيح، واللي علمنا إن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ودى البشرية كلها أعظم تعليم لاهوتي عن لاهوت السيد المسيح وإلهيته. يوحنا الحبيب اللي علمنا في الثلاث رسائل بتوعه المحبة، محبة الله اللي قال من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبته. يوحنا الحبيب اللي فتح لنا طاقة كده نشوف فيها السماء في سفر الرؤيا، قال في رسالته الثالثة آية في منتهى الجمال تعبر عن الأبوة وعن قلب الأب الراعي لما بيقول ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. فاحنا لما عايزين نأكد فرحتنا بالأبوشية لازم نأكد مفهوم الأبوة في قلوبنا وفي أذهاننا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا. وعلى المعنى ده يا سيدنا أحب أقول كلمتين كده برضو منظومين كده. بروح البنوة مجتمعين أمام الهيكل ساجدين، حضرنا بالقلب الواحد أبناء المسيح المخلصين. في كنيسة هي فخرنا وبكل الحب واثقين، ده يسوع أبونا السماوي ونحن له خاضعين. على صليبه مرفوع أمام أعيننا أجمعين، وهو أساس إيماننا عالي عن كل المخلوقين. من محبته لينا دعانا أبناء ونحن غير مستحقين، لكنه يمنح أبوته لضعفنا وكل البشريين. دعانا نصلي أبانا الذي في السماوات لك صارخين، نعمة منحها لنا الله لكل منا ونحن بالبنوة فرحين. أبوتك يا رب لينا هي قوة وحصننا الحصين، ولم تتركنا يتامى أقمت لنا أباء مباركين. رسل المسيح نفسيهم الرسل، رسل المسيح صاروا أباء لكل المسيحيين، وعلى طريقهم يسيروا بطرقة وأسقف القديسين. بأبوتهم لينا نتبارك وهم بالروح القدس مملوئين، على مثال المسيح يعيشوا وعلى تعاليمه سائرين. هم علينا بالحب دايما عيون يقظة وسهرانين، يرعوا كل كنيسة ويقدموا حياتهم باذلين. ده رب المجد اختارهم بالروح القدس مفروزين، الأبوة بركة وقدوة صالحة وأمام عيوننا ظاهرين. في الخدمة يدبرونا، الإنجيل قال اذكروا المرشدين، تمثلوا دايما بإيمانهم لأنهم عليكم مؤتمنين. رب المجد يسوع لبطرس قال له ارعى غنمي المنتشرين، في حضن الكنيسة نحيا والأسقف علينا الناظرين. الإيمان اشرحوا لينا لأنه
صاروا لنا معلمين، قوانين الكنيسة يرشدونا نسلك فيها مطمئنين. لازم ولاد الكنيسة يسلكوا حسب تقاليد الكنيسة. القبطي، القبطي في قلبه يحفظ البنوة بروح وديع أمين. وقال الآباء ذلك لكنيستنا كرامة وأولادنا منا متعلمين. لازم نعلم أولادنا مكانة الآباء في الكنيسة في حياتنا. الراعي لينا يتعب يؤسس كنائس وكهنة وخدام وقراصين، يرتب ويقودنا ويرشد شمامسة وبسلطس وغنسطسيين. بالروح القدس يعمل أولادنا وبناتنا متغطسين. كنيسة وأيقونات يدشن وجميعنا نصير فرق متهللين. أبونا الأسقف مدبر وراعي للنفوس أمين، عن كل نفس فينا يصلي ويرعاها على طول السنين. كلمات النعمة يسمعنا مدشنة بأقوال القديسين، كهنة وشمامسة وخدام في محبته كلنا واثقين. يا سيدنا، يا سيدنا عهد الأبوة من الرب كان زلينا سمين. نشكر ربنا عليه وعليك ودايما للسماء ناظرين. ارفع صلاتك عني وعن كل نفس من الحاضرين، لأن الرب في قلبك ساكن بالفضائل الاثنى عشر مشمولين. لا ننسى يا أحبائي كلنا نصلي بقلب واحد خاضعين. احفظ يا رب بطركنا وأسقفنا وكهنتنا وكل الحاضرين، وكل سنة وأنتم طيبين.